وعليكم الله يجزيكم بخير. بنوصل لكم واحد الميساج بدنا نوصلوه لوزير الصحة الجديد اللي كاين دابا، اللي تنتمنوا منه ان شاء الله تكون شي مبادرة مزيانة، من خصو يجي يشوف هاد مراكش هذا هاد السبيطارات اللي هما ما فيهمش الا انسولين، بان العيالات تيمشيو للسبيطار ديال باش يخبطوا الانسولين ما كايناش في الشهر اللي فات، وهاد الشهر تاهو ما كاين شيء، والشهر الاخر اللي ما كاين شيء، وهاد الناس واش غادي يموتوا ولا اش غايديروا؟ الا كانوا هاد الناس بتخليهم يموتوا قولوا لنا مباشرة، ولا كان هاد الدواء كاين في وسط السبيطارات وهاد الناس ما بيعطيو شيء، ما عرفناش هادشي كي حنا، ما عرفناش حنا هادشي، واش كاين شي لجان اللي مختصة بهادشي ديال في الصحة ويجي يشوفوا هاد المراكز الصغرى اللي كاينين في وسط هنايا في وسط المدينة، يراقبوهم شوية يشوفوا هاد الفريند واش كاين واش ما كاين، واش هاد العيال نخليهم يموتوا؟ راه حشومة هادشي، راه المرأة عندي أنا تدير الأنسولين ومشات الشهر هاد الشهر ومشات الشهر الآخر والشهر الآخر تيقول لها ما كاينش ما كاينش، واش غادير هاد السيدة توفى ولا تموت؟ ولا اش غادي دير؟ مني غادي تشري هاد الباكيت ديال الأنسولين؟ مني غادي تشريها؟ تتسوى 200 درهم، مني غادي تشري هاد الأنسولين؟ وهاداك الأنسولين تيجي فابور باش تعطى لهاد الناس اللي هما محتاجين، اللي ما عندهمش لا فلوس لا والو، والناس مراكش عرفتو المدينة القديمة فيها تقريبا 90% الناس ما خدامة، تتلقى الدار فيها 12 نفس ولا 14 نفس وفيها واحد اللي خدام ولا جوج اللي كاينين، وحشومة هادشي راه خصكم ديرو مقاربة هادشي. واش هذا وقت ما صيفطنا العيالات جاونا ولا كذا سلوك جيبوا لنا فتحات تيقول لهم ما كاينش، تيكملوا الشهر 30 يوم تيقول لهم ما كاينش، وحشومة عندنا ملي غادي يجيبوا 4000 ريال عندنا باش يخرجوا اش بيديروا؟ ولا نخليهم تيموتوا على خاطرهم كاع تهناو دابا انتوما؟ الله يجازيك بخير وزير الصحة الجديد، تنتمناو منك إن شاء الله الخير، تنتمناو منك إن شاء الله تكون الخير لهاد الناس، راه الناس مراكش راه خصهم الأنسولين راه ما كاينش، وجو راقبوا شوية السبيطارات راه ما كاين والو، راه كان عندنا سبيطار في وسط الحومة وجدوه كاع في الرحبة القديمة راه كاين تما راه مجدود دابا، راه عام هادي ولا عامين هو مجدود هذاك السبيطار، وتقولوا عباد الله سيروا قلود آخرين، وهادشي هاد الأمانة في رقبتك وزير الصحة الجديد. تنتمناو منك الخير ان شاء الله، وراه سيدنا نصره الله راه تيشجع التنميه للفقراء ولهاد الناس وهادشي كلشي هكا، وهاد الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.